اسمك؟ بسمة عبد الله أمين، من أي بلد؟ من حلب، من دارة عزة. من سوريا. كيف جيتي العراق؟ اجوني داعش غصبوني وجابوني على العراق، من كيف يعني؟ منبج جبروني وجابوني على العراق. من الجابش العراق؟ داعشي هو زوجوني اياه غصب عني، عراقي. وبعدين؟ وبعدين جابني هون شهر والقتل، نعم. قتلته في المعارك، انقتل القوات العراقية البطلة. قوات العراقية. نعم نعم. قتلته هون، بركت في المضافات، نعم. خلصت عدة هون إجباري دي زوجونا، فجابولي تاني نهار خلصت العدة جابولي واحد من طاجيكستان وغصبتني نفس الشي على الزواج منه، وبعدين ايش صار؟ وتزوجنا مثل ما طلبوا مني. وبعدين؟ بعدين ضلينا نطلع من البيت للبيت، وصلنا على حي الفاروق، بين كيف بيتي. وين صار هذا الزوج الداعشي؟ شنو اسمه؟ قتل ايضا هذا قتلت الطاجيكي. القوات نعم العراقية. قتلته. وبعد ما انقتل؟ بعد ما انقتل هون صرنا مع النساء، اروح وين ما يروحوا. وبعد قبل ما تحررت المنطقة الحمد لله، دخلت القوات العراقية وحررتني، طلعت. خلوكي لا وين؟ أخذوني أول شي على المخيمات، من المخيمات إجت لهون. نعم. جهاز الأمن اللي يجي وكي شايفين؟ نعم تمكنت مفارز الأمن الوطني البطلة وبالتنسيق مع المركز المشترك للاستخبارات وأمن نينوى من تحرير السبية السورية بسمة عبد الله أمين، والتي تم اختطافها من قبل عناصر داعش الإرهابية في سوريا وإجبارها على ما يسمى بنكاح الجهاد وتزويجها من إرهابي عراقي، والذي هو الآخر أجبرها على المجيء معه إلى العراق. هذا الإرهابي جبان أيضا بعد ما جابها انقتل على يد القوات العراقية البطلة، و أيضا أجبرت على الزواج من إرهابي أجنبي آخر، بقت معه فترة وأيضا انقتل. بعدها ظلوا ينقلون بها بين مضافاتهم في المنطقة القديمة في الموصل، إلى أن تم تحرير المنطقة من قبل القوات العراقية، وتم إخلاءها مع النازحين إلى مخيم حمام العليل. ومفارزنا ومن خلال التدقيق والمتابعة تمكنت من التعرف عليها، لأن كان أكو يمكن محاولة لإخفائها، تم كشفها وجلبها إلى الدائرة. حقيقة هذا ليس بشيء جديد غريب على الأخلاق المنحطة التي يتصف بها داعش الإرهابي، ليطلع أبناء الشعب العراقي وأبناء الموصل بشكل خاص على هاي الأفعال الجبانة. نهيب بأخواننا في الموصل بالتعاون مع القوات الأمنية بتزويدها بأي معلومات تساعد على الكشف عن وجود عن أي سبايا أو عن أي إرهابيين. نطلب منهم وكما عهدناهم أن يتحلوا بالشعار بالشجاعة ويتصلوا. موجودة هواتفنا إن شاء الله راح تعمم، وهواتفكم قديمة، يتصلون يزودون بالمعلومات، وراح نكون قريبين إن شاء الله نعاهدهم ونعاهد جميع بأن الأجهزة الأمنية ستبقى عيون ساهرة لملاحقة العناصر الإرهابية أينما كانت إن شاء الله.